طب لو حد شاف انه بيشتري او في عقد البيت او ارض او عقار، حلو. بص، كل ما هو شراء حلو، بيع وحش، بيع وحش، بيع طبعا. استغناء بقى وخسارات ومش عارف ايه. لكن انت بتشتري، يعني معنى كده تجديد بقى العقار ده مثلا. اولا دي ست زواج، لان البناء بيقول لك بنى بها، يعني دخل بها او تزوج، فهي زواج. تمام. مثلا شفت مثلا بتشتري مثلا عربيه، تمام، العربيه دي معناها نقله في حياتك، وبتبقى برضو امراه ست. يعني لو كانت العربيه بيضة بتبقى الست على صفاء ونقاء وحد كويس ومن الصالحين ومش عارف ايه. لو كانت خضراء تبقى بنت نسب، يعني بنت ناس، بنت اصول، ذو مكانه اجتماعيه مرموقه. لو كانت صفراء فهي جميله، صفراء تسر الناظرين. لكن صفراء بهتان يبقى خلي بالك هي مريضه، عندها مرض مزمن، ما خلاص مش يعني زي مثلا سكر، زي حاجه مزمنه، مش ضغط، مش عارف ايه الحاجات دي.